تحركات حازمة وإجراءات مغلظة تتبناها دولة الكويت دوما عبر وزاراتها المعنية للقضاء على آفة التدخين، وأكيد وما تحمله معها من مخاطر وأضرار تدمر صحة الإنسان. آخر تلك التحركات تصب نحو مطالبة الشركات المستوردة لمنتجات التبغ بتطبيق آلية التغليف البسيط. طبعا تغلف المنتجات بتغليف يوضح خطورة التدخين، طبعا كل هذا للحد من وسائل التسويق المشوقة لمنتجات التبغ، ما يؤدي إلى تعزيز دوافع الإقلاع عن التدخين عند المدخنين. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الأستاذ أنور برحمة، الأمين العام للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين. نرحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله وأنا شاكر لكم هذا اللقاء الطيب. شكراً لك. طبعا يعني بنقول ما نقول، يعني دائما نشوف هناك في أماكن نشوف ناس واقفين وقاعدين يدخنون. انتشار عادة التدخين في الكويت مو شيء جديد أساسا، بس هل هناك أرقام وإحصائيات تبين أن هل هناك تزايد أو هل قاعدة تقل الأرقام؟ شنو نقدر أن احنا نوضح للسادة المشاهدين؟ أول شيء يعطيكم العافية. بالنسبة للأرقام عندنا بالكويت يعني هي ما هي أرقام للأمانة الواحد يفرح فيها، أرقام عالية عندنا مقارنة في تعداد السكان، مقارنة في دول الخليج. اليوم حنا آخر استبيان أو آخر إحصائية قاموا فيها من خلال منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في الكويت اللي هو من 13 إلى 15 تقريبا، كانت الإحصائيات ما هي جيدة. في 2016 تقريبا كان 20% اللي هو الطلبة من العينة مدخنين، وكان تقريبا بحدود 15% اللي هم الطالبات أو الطلبة اللي هم من السن مدخنين، وهذه نسبة عالية بالنسبة إلى 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 العينة أو إلى الكويت. إحنا سوينا في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين، لجنة مكافحة التدخين، سوينا استبيان على اللي هو جامعات الكويت اللي بالكويت كلها، الخاصة والعامة الحكومية. لقينا الأمانة يعني الحين قاعدين نفرغ اللي هو الاستبيان أو الأرقام اللي عندنا من خلال جولتنا في هذه الجامعات كلها. الأمانة الرقم مخيف. لقيت أنا في بعض الطلبة يدخلون على باكيتين وثلاثة وأربعة الانتشار الشيشة أقول السيجارة الإلكترونية عندهم بشكل ما هو يعني شيء مهول. علشان كذي احنا الحين قايمين في حمله للجامعات والاماكن العامه، مثل الحين طالبين موعد مع مدير عام جامعه الكويت الدكتور حسين الانصاري، نتمنى خلال الايام هذه نكون معاه في لقاء علشان تكون جامعه الكويت خاليه من التدخين، بالاضافه الى الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه والعامه في الكويت. كذلك قاعدين نسوي جولة مع المؤسسات الحكومية اللي تعني في هذا الموضوع، التربية، الصحة، الهيئة العامة للبيئة، هذه قاعدين نسوي معاها لقاءات الحين، طالبين معاهم مواعيد علشان نحد من آفة التدخين في الأماكن هذه. نتمنى أن تكون قاعدين نستشف من كلامكم أستاذ أن هناك فعلا تحرك، نقدر نقول حملة توعوية، علشان نوضح للسادة أن أستاذ المقيمين أو المواطنين في على هذه الأرض أن يجب الحد من هذه الظاهرة. الأرقام اللي قاعدة نتكلم عنها مثل ما تفضلت أرقام خطيرة، بس شنو الفئة العمرية اللي ممكن نحن نقول فعلا معرضة لهذه الآفة المدمرة؟ يعني قلت شباب بالجامعة قاعد يدخلون باكيتين وثلاث باكيتات في اليوم، فشنو ممكن نحن نقول إن الفئة العمرية اللي أكثر شيء قاعدين تشوفونها فعلا قاعدة تمارس عادة التدخين السيء؟ هو شركات التبغ تستهدف اللي هم الشباب اللي هم الفئة المراهقة اللي مهما تكلم ومهما تحاكي بالنسبة له كلامك ترى يعني ما يعني أنا بستانس. الفئة من 8 سنوات إلى 15 سنة هذه الفئة المستهدفة من شركات التبغ، هي تسعى بأن تكون هذه الفئة هي الفئة المدخنة، لأن هذه راح تعطيهم عمر طويل في استخدام التبغ واستخدام اللي هو وسائل التبغ المتعددة، سواء سيجارة شيشة بايب أي كان. واليوم طلع المدواخ وطلع بعد اللي هو تسخين النيكوتين وغيره، كل يوم يطلعون من من من
أدوات علشان يقدرون يجذبون المراهق إليهم، خصوصا لما احنا نضيق عليهم من خلال منظمة الصحة العالمية، من خلال العالم كله قاعد يضيق عليهم بالسيجارة التقليدية، اليوم طلعوا في منتجات أخرى، المدواخ، التسخين، النيكوتين، السيجارة الإلكترونية، الشيشة الإلكترونية، هذه كلها وسائل سهلة عند المراهق بأنه يحصلها وما يكون في أي مغبة عليه. إذا هناك قبل نتكلم يمكن تحت الهواء عن آلية التغليف الجديدة اللي حابين تطرحونها، شنو مدى التعاون بينكم وبين وزارة الصحة ووزارة التجارة لنشأ أو يمكن لبدء هذا المشروع في التغليف اللي يبين أن هذا التدخين فعلا في رسالة واضحة وأن التدخين مضر في الصحة؟ هو الأمانة يعني في تغليف تم إغراره من مجلس دول التعاون، وأخذت في دول التعاون من خلال بالألفينات يعني، يمكن إحنا كنا متأخرين بالنسبة مقارنة في الدول الخارجية، بالتسعينات بدأوا في أوروبا، في شرق آسيا، أمريكا، كندا، لكن إحنا يمكن إينا متأخر، لكن أفضل شيء على الأقل أفضل من ما أنا ما نسوي. لكن اليوم السعودية خطت خطوة جيدة اللي هي التغليف يختلف عن التغليف العادي اليوم موجود، وتم إقراره من خلال الهيئة العامة للدواء والغذاء، وراح يطبقونه ولقوا القرار اللي هو كان ب 2011 هذا بالسعودية. بالسعودية نتمنى احنا نكون مثلهم بهذه العبوات، بهذا التغليف، بهذه الرسائل الواضحة الصريحة لعلب التدخين، سواء السيجار او المعسل او اي نوع من اللي هو انواع التبغ بشكل عام. التبغي نعم، فهم خطوا خطوة صراحة وقروا من خلال الهيئة العامة للغذاء والدواء. نتمنى احنا نخطو الخطوة هذه ويعمم من خلال مجلس دول التعاون ويكون فيه القرار ساري عندنا بالكويت مثل ما هو سرى عندهم في السعودية. نتمنى ذلك. عن تحركات إذا نقدر نقول هيئة البيئة وشرطة البيئة أيضا في المحافظة على الأماكن العامة عن التدخين، شلون قاعدين تشوفون هذا التحرك؟ وهل هناك أمل نحن نشوف الكويت فعلا في أماكن عامة خالية من التدخين؟ هو على قولة المثل المصري اللي الناس بتخاف من التخشيش يعني، والأمانة عندنا بدأوا عندنا الناس قامت تخاف من 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 عقوبة، يمكن في الدول الأوروبية، في أمريكا وكندا وأستراليا بدأوا بهذا الخوف على المواطنين اللي يخالفون من خلال قرامات تغليظ العقوبة، سجن وغيرها من القرارات. اليوم بالكويت عقب ما تم اعتماد القانون 42 على 2014 وعدلوه في 2015، اليوم هذا القانون أنشأ شرطة البيئة. شرطة البيئة هي أفضل أداة لتطبيق القانون، الأمانة على رأسهم اللي هو الحسين العقيد، حسين العجمي هو مدير شرطة البيئة، للأمانة نشيط مع الاستاف اللي عنده. اليوم لما تدش المولات تلقى اللي هو خوف من شرطة البيئة، لا يعاقبونه لأنه القرامة صارت فورية عليه ويصير عليه بلوك في كل معاملاته من خلال المحكمة البيئة، يرفعون المخالفة هذه لشرطة البيئة وشرطة البيئة تلاحقه في تطبيق هذا القانون. اليوم لقى صدى، اليوم لو احنا قاعدين في هذا الموقع وواحد دخن، انت ممكن تستطيع في شرطة البيئة تقول ترى عندنا واحد مدينة في مكان مغلق قاعد يدخن، فراح يجونه ويخالفونه في نفس المكان. ما كان عندنا شيء في الاول، فانا احيي الأمانة اللي هم شرطة البيئة والهيئة العامة للبيئة بحرصهم على طبعاً. اللي هو تطبيق القانون في الاماكن أكيد. العامة والاماكن المغلقة. طبعا استاذ انور قبل ان نختم معك، هل في دورات تقدمونها للمدخنين تساعدهم على الاقلاع عن التدخين؟ اللي حاب انه هو وقف تدخين وما عارف شلون. اي في دوره للامانه احنا يعني كنا لما نسويها احنا في بالجمعيه، ويمكن وزاره الصحه يمكن هم راح يسبقونا في هذا الشيء، بان نشوف من اللي راح يسويها احنا ولا وزاره الصحه، بالتعاون مع مركز اللي هو
حسين في الأردن. هذه معتمدة من منظمة الصحة العالمية لمدة 5 أيام. هذه تعلمك شلون تكافح وشلون تعالج وشلون تكون متخصص في مكافحة التدخين والإقلاع عنه. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية. إذن كان معنا الأستاذ أنور برحمة الأمين العام للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. حياكم الله، ونتمنى تكون الكويت خالي من التدخين إن شاء الله. أكيد.